السلام عليكم. عشان نوصل ان احنا نعمل حاجه طبيعيه او حاجه واقعيه في قلب برنامج اليوميون، بحتاج ان انا اضيف اكثر من عنصر عشان نحقق حاجه واحده. على سبيل المثال، ما ينفعش اجي اقول ان انا عايز احط لايت فاجي اختار اللايت واروح حاطه بالشكل دوت، تمام؟ لا، لازم احدد المكان اللي اتحط فيه العنصر. على سبيل المثال، ممكن اجي هنا في الاوت دور واقول له ان انا عايز اعمل نور بالشكل دوت، واحده هنا واحده هنا وواحده هنا مثلا اهي. بعد كده تقدر تضيف الاناره ليهم. هاجي هنا واقول له ان انا عايز اضيف لايت اهوت، مجرد تضيفها هنا خلاص بقت فيها واقعيه ان في حاجه موجوده بالشكل دوت. على سبيل المثال، لو احنا هنضيف نار، تمام، عندك هنا مثلا شجر، مثلا خلينا نضيف شجر الاول اهو. طيب انت هتمشي جوه الشجر دوت ومش هتحس بحاجه خالص. لا، احنا ممكن نضيف صوت ساوند. مشكله الساوند هنا ان هو مش مديني غير ان انا قاعد اسمع، تمام. فتقدر تضيف ساوند هنا اهوت، تمام، واي حاجه من دول تقدر تعمل عليها سيلكت. بتلاقي هنا الفوليوم عالي واطي زي ما انت عايز، المين ديستنس اللي هي المين ديستنس اللي هو الخط دوت اللي هو لما تقرب منه تسمع صوت جامد جدا، ده الماكس، تمام. بحس ان شفت لما انا كبرتها بقيت نفسي واقع جوه الشجر فبقيت اسمع صوت. خليها مثلا بالشكل دوت اهو. ده نوع من انواع الواقعيه، ان وانا ماشي اول ما اقرب من حاجه اسمع صوت. ده كده تحس بقى ايه ان فعلا دي حاجه طبيعيه وحاجه فعلا في. طيب، عندما المفروض الشجر ده بينزل منه ورق مثلا، تمام، مش عايزين نحس بيها، فبخش هنا في افكتس مثلا اهي، بلاقي عندي مؤثرات كتير قوي. ده مثلا فاير، ده ميه، ده سموك، ده فوق، ده ليفز اهو. هقول له بقى ان انا عايز تاثير ان في شجر بيقع. طيب، زي ما انت شايف الشجر دوت لونه احمر، بينما احنا بالنسبه لنا لا، احنا الشجر فوق مش لونه احمر اهو. علمنا عليهم كلهم وهناخد لون يكون قريب من الواقع، وتبدا تغير الويند بتاعتها بالشكل دوت، تمام، زي ما انت عايز. الاماونت بتاعتها برضو، الانتشار بتاعها، التايب، كل ما تعمل كده بيبقى فيه انواع مختلفه، السايز، تمام. طيب، انا حاسس انها محتاجه مثلا نطلع بيها فوق شويه، نبدا نطلع بيها بالشكل دوت لحد ما تحس فعلا انها مقبوله شويه. بالشكل ده ماشي، تمام، فتقدر تحس بيها. طيب، بعد الشجر مثلا ممكن نبدا نشوف لو في نار. النار تحاول تجيب عنصر يكون يعني النار دي طلعت منين، فبتقدر تحط مثلا في بعض الخشب قبل ما تعمل النار، تمام. طيب، لو جينا مثلا هنا قلت له افكت مثلا واخترت النار اهي، هو بقى بيبدا يجيب لك النار، فانت تبدا تشوفها بالنسبه للانسان. ما ينفعش تحط حاجه زي كده وتبدا تصغرها، لا، حاول تخليها واقعيه. مثلا اخترنا حاجه زي كده عشان نقدر نسيطر عليها، برضه نحط لها صوت بتاع النار. طب النار دي مش هيطلع منها دخان؟ خلاص، نبدا نحط دخان اهو. اقول له انا عايز مثلا دخان بالشكل دوت، يكون فيه شوية واقعية، تمام. الدخان ده تقدر تعمل عليه سيلكت، اقول له موف لفوق شوية عشان يبقى فوق النار. تقدر بقى تتحكم فيه السايز بتاعه مثلا حسب ما انت حابب شكلها. ممكن تضيف صوت للنار. مشكلة الصوت ان هو مش معرفني انا حاجه، فبتقدر تلف بقى واحده واحده لحد ما تلاقي الصوت اللي انت عايزه، تمام. يعني جرب البق بالبول بالبتاع، مش مديني حاجه اختار منها غير لما تعدي عليهم واحده واحده لحد ما اتاكد من الصوت. طيب، مثلا فرض ان انا عندي بشر مثلا، لو انت عايزه يبقى ثابت خلاص تختار الشكل الثابت ده. لو انت هتضيف عليه مؤثر يخليه يتحرك، لازم يكون هو اصلا بيتحرك، تمام. يعني ما ينفعش اجيب واحد ثابت زي دوت وادي له حركه،
او العكس، اجيب واحد بيتحرك وبيجري واخليه واقف في مكانه، هيبقى كانه مثلا ايه يعني، ده مثلا اهو ده واضح ان هو بيمشي، لو سبته في مكانه كده مش هيبقى فيها واقعيه، فعشان اجيب واقعيه بنضيف مؤثر الحركه من موفي، وببدا اضيف المؤثرات بتاعه الحركه. تمام، شرحناها قبل كده. تمام، بتقول له سجل لي اللقطه. تمام اهوت، تمام، وبعد كده بتبدا تضيف المؤثرات زي ما انت عايز، كاستم ستايل، وتبدا تختار الستايل اللي انت تقدر تضيف فيه الحركه. خلينا نشوف شو اقول. تمام، الاوبجكت هتلاقي فيه انيميشن، هتلاقي فيه حاجات خاصه بالحركه زي ما انت شايف، ممكن تقول له مثلا موف. هقول له ايديت، وابدا اختار مثلا دوت، وابدا اشوف الحركه بتاعته هتبقى من فين لفين. اهو، بحيث لما ابدا اشغل يبدا يعمل لي مؤثر للحركه. طيب عايز اضيف بقى صوت لي للناس اللي هنا، هدخل هنا في الساوند وابدا ادور على صوت، وابدا اضيف الصوت بحيث لو انا ماشي جيت هنا اسمع صوت الناس، رحت عند الشجر ابدا اسمع صوت الشجر، رحت عند النار اسمع صوت النار، وهكذا كل مكان تروحه تسمع صوت اللي موجود فيه الحاجه دي.